بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يبدو يا صديقي ان قصه حسين الشحات ومحمد الشيبي دي مطوله معانا فتره، لان اتحاد الكره قرر مجاوبه بيراميدز ومحمد الشيبي. هو مش محمد الشيبي اللي مضروب. يا اسطى، بس الحوار كله في مليان مشاكل كتير. ايه المشاكل اللي موجوده في الحوار؟ بيقول لك يا صديقي ان موضوع التقاضي غير متاح في الحالات الرياضيه، يعني موضوع التقاضي العادي غير متاح في الحالات الرياضيه، فبناء عليه محمد الشيبي يجب مجاوبته. الله، الموضوع ازاي ده؟ مؤاخذه، بص، الدفاع بتاع حسين الشحات قال لك ان تبين انه تم الاستجابه للاستدعاء الذي ورد لحسين الشحات من النيابه العامه في هذا الشأن، حيث لم يؤخذ بالدفع ان اللجوء الى هذا التقاضي العادي غير متاح في لوائح دول كره القدم سواء المحليه او القاريه، الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي او الدوليه للاتحاد الدولي لكره القدم. واوضح دفاع حسين الشحات ان النيابه العامه تعاملت معه ما هو امامها من واقع، لذلك تقرر اخلاء سبيل اللاعب الاهلي بكفاله 10,000 جنيه. اتحاد الكرة بقى رد على القاهرة 24 ان المادة 38 من لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تنص على انه لا يجوز للاندية والمسؤولين وكذلك عناصر اللعبة اللجوء الى اي من المحاكم المدنية او الادارية من اجل حل اي نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم، مؤكدا انها سيتم معاقبة الشركة. يعني محمد الشيبي نبوغز يعني الضرب هو اللي هيتعاقب. بس بصراحة انا شايف ان الشيبي ما ينفعش انه يتعاقب. ليه؟ اللي يتعاقب بيراميدز هو اللي تاجر بالقصة، اداريين بيراميدز هم اللي تاجروا بالقصه، مديرين الكوره في بيراميدز هم اللي تاجروا بالقصه، هم اللي جروا على لاعب الاهلي وعلى اخوه علشان خطر الصلح يحصل. وبعد كده ماذا فعلوا؟ لا، ما فعلوش حاجه. هم قرروا ان هم بعد ما بقى في ترند ان هم يستغلوا الترند ويروحوا يشكوا حسين الشحات، بما ان مبدا الفوضى في الكره المصريه عايش، فقال لك ما حدش عارف اللي هيحصل في القصه دي. حسين هيتموا معجبته مش هيتموا معجبته، ولكن اللي بيحصل دلوقتي بيثبت قد ايه احنا بلد مليان مشاكل رياضيه، وقد ايه احنا محتاجين قواعد نظام اساسي، وقد ايه احنا محتاجين نفهم الدنيا رايحه على فين بالنسبه لعالم كره القدم المصريه. ما شفناش احنا قبل كده خناقه في الملعب اتصفت بره الملعب، وما شفناش احنا لعيبه بيضربوا بعض في الملعب، طلعوا رفعوا على بعض اواضي بره الملعب. فاللي بيحصل عندنا في الكره المصريه ملوش اي علاقه بالكره العالميه، ولا ليه اي علاقه بالمنطق، ولا ليه اي علاقه باللي احنا بنشوفه في عالم كره القدم. اللي بيحصل في الكره المصريه ان في ناس بتفرجنا على كوره اول مره نتفرج عليها، واعتقد ان هي اخر مره هنتفرج عليها. فمتى ينتهي هذا العبث؟ محدش يعرف. اما بخصوص قصه محمد الشيبي وحسين الشحات، فهم الاثنين بالنسبه لي لاعبين لا يستحقوا ان حد يدافع عنهم، لان هم الاثنين واحد لسانه فالت وواحد مش قادر ان هو يتحكم في اعصابه، ومش قادر ان هو يعرف ان هو بقى نجم كبير وما ينفعش ان هو يمد ايده على حد بعد الماتش. لكن قمة العبث ان انت تتفرج على كل العبث ده وتصدق كل التفاصيل اللي فيه.